هو استشهد في معركة دلاج. أيه؟ معركة دلاج هذه بقرب زكار، بلدية زكار. أيه؟ وتابعة لبلدية زكار. كيفاش كان الوقع نتاع كي سمعتوه استشهد في المعركة؟ واش كيفاش كان استقبال الخبر هذاك؟ كيفاش استقبلتوا الخبر تاع استشهاده في معركة دلاج؟ والله سمع معركة هو نوضوه، قالوا له روح دير عملية في المقطع هذا نتاع زلاج. نوضوك شعايا القبائلي العربي يتحكم فيه، حتى له أوامر قال له تروح المقطع زلاج. جرتو العربي داير له خيانة، داير له خيانة. ملا جات جو تاعو اللي قصو جرة على المهارة قضاو عليهم في المقطع هذا. ومن بعد جا كامي وجا وجات عند طيوطة قدا أجيب قدامه، داروا لها المينا قضاو عليهم. ومن بعد جات مهادة من بوسعادة، من الأقواط، من الجلفة، من كل بلاد الكوالف والطيارات نتاع ها هو. قال لهم قدام اللي جوهم هذوم، قال لهم يا جماعة الجيش لقى الجيش، قال لهم راه كاينه مؤامرة الوقت عقب هذا اللي قالوا لنا عليه. قالوا الجيش كيف احنا نروحوا ونخلوا هذه البلاصة ومقطع فيه الماء وخلي لجاونا نموتوا، نموتوا مجاهدين، نموتوا شهداء ورانا من خارجين للجهاد. قال لهم استمع ما قلبهمش الراي. هي جات من الكوارف وتحت لهم بردي فيهم بالطيارات بالغاز. هو يحثوا بي انا اصحاب زكارتي صلات، قال لي هز قربه، قال لي هز قربه ويرم بيه مع الكوازم يشرب في الجنود. بوهاري الله يرحمه. قال لي هي كبرت كباره، وقال لهم اخرجوا من اللي صاب بلاصه يخرج من ديروا فتحه اخرجوا. قعدت واحد ال 12 واحد من 80 جندي ديك، والاخرى استشهدت، هو استشهد معاهم. 72 شهيد. أيه.